أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من المشهد ولقاء يومي يتجدد مع حضرتكم على شاشة النيل الأخبار. هذه الحلقة نخصصها بشكل كبير للحديث عن العلاقات الأمريكية الإيرانية في ظل الاتهامات المتبادلة والتحذيرات المتبادلة والتراشق بالكلمات والحرب الإعلامية والنفسية فيما بينهما، مسلسل التصعيد المستمر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ما زال مستمر، مسلسل التصعيد بين الشيطان الأكبر كما تصف إيران الولايات المتحدة الأمريكية والمافيا الإيرانية كما تصفها الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هل شكل وطبيعة العلاقة بين أمريكا وإيران عداء أم اصطناع عداء؟ نتحدث عن شكل وطبيعة هذه العلاقة، عن مدى تأثير وتداعيات وتبعات انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني في علاقتها بإيران وتأثير ذلك على ما يجري في المنطقة من أحداث وصراعات مشتعلة للأسف الشديد، ومدى استفادة الدول العربية ربما في المقابل كما يرى البعض من وجود حالة من الجمود أو الفتور في العلاقات الأمريكية الإيرانية. مجموعة من الأسئلة ومجموعة من الاستفسارات المختلفة نطرحها مع حضراتكم في استوديو المشهد وعلى الهواء مباشرة مع ضيفي الكبير الأستاذ محمد الأنور الكاتب الصحفي. مساء الخير يا فندم وأهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا. أهلا بك. تسمح لنا يعني نبدأ هذا النقاش حول شكل وطبيعة العلاقات الأمريكية الإيرانية ولكن بعد هذا الفاصل. يبدو أن طبول الحرب بين إيران والولايات المتحدة بدأت تعلو دقتها مع اشتعال لهجة التهديدات والحرب الكلامية بين واشنطن وطهران مؤخرا. ففي وقت تشدد فيه الولايات المتحدة حملتها ضد طهران، عمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مزيد من التصعيد، محذرا نظيره الإيراني في تغريدة على تويتر من تداعيات لم يشهدها سوى قلة عبر التاريخ. تهديدات ترامب جاءت ردا على تصريحات نارية وجهها حسن روحاني إلى الولايات المتحدة، حذر خلالها ترامب من أن بلاده يمكن أن تغلق مضيق هرمز الاستراتيجية الذي يعتبر خط شحن حيوي لإمدادات النفط العالمية، قائلا أن النزاع مع إيران سيكون أم المعارك. تهديدات الرئيسين ترامب وروحاني جاءت بعد ساعات من كلمة ألقاها وزير الخارجية الأمريكية مايكل بومبيو هاجم فيها زعماء الإيرانيين وشبههم بالمافيا، متعهدا بدعم لم يحدده للإيرانيين غير الراضين عن حكومتهم. التصعيد المستمر بين الولايات المتحدة وإيران جاء نتاج الضغوط الأمريكية المتزايدة على طهران وعقوبات محتملة منذ قرار الرئيس الأمريكي في مايو الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015. ويرى مراقبون أن حملة الخطب والرسائل التي أطلقتها إدارة ترامب بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية الصارمة التي تعتزم واشنطن فرضها مجددا على إيران خلال الشهور المقبلة تهدف لإثارة الاضطرابات في إيران والضغط على النظام الإيراني لإنهاء برنامجه النووي ودعمه للجماعات المسلحة. أجدد لكم التحية من جديد مشاهدينا الكرام وأيضا أجدد التحية بضيفي الكريم في استوديو المشهد الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الأنور. لك التحية من جديد أستاذ محمد، وبداية كيف تابعت يعني هذه الحرب الكلامية ربما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ودلالة التوقيت من وجهة نظرك في يعني هذه الحملة التصعيدية من كلا الجانبين في ظل التقارب الأمريكي الروسي الأخير بعد قمة هلسنكي؟ هذه كما سبق وأنت ذكرت هي حرب إعلامية لا تتجاوز سقوف معينة، لأن هناك العديد من المصالح المتشابكة في مناطق صراع
بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وروسيا. في اعتقادي أن عملية التصعيد المتبادلة تؤدي إلى مرحلة سياسة أو سياسة حافة الهاوية التي يريد كل طرف منها تحقيق مكاسب على حساب قضاياه ومصالحه. الولايات المتحدة الأمريكية ترى بضغوط من بعض الحلفاء العرب في المنطقة أنه لابد من مواجهة إيران والتصدي لها. إيران في حاجة إلى قضية جامعة للمجتمع الإيراني في ظل الهزات الاجتماعية والاقتصادية وعدم الاستقرار الذي يتعرض له النظام الإيراني مؤخرا. يريد خلق قضية للف أو تكاتف الإيرانيين مرة أخرى حول النظام، خاصة وأن النظام بدأ يفقد شرعيته ومشروعيته من الناحية السياسية داخليا، وهو ما عبرت عنه الكثير من المظاهرات التي خرجت في مدن إيرانية تطالب بإسقاط النظام الإيراني لأنه فشل في تحقيق أي شيء للشعب الإيراني على المستوى الاقتصادي والمستوى السياسي، فضلا عن أن تدخلات النظام الإيراني الخارجية التي يراها الإيرانيون أثرت سلبا على سمعة الشعب الإيراني وعلى مستواه ورفاهيته الاقتصادية. طيب يعني كيف تابعت الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني، وفي رأيك أهم وأبرز التداعيات والتبعات في زيادة حدة التوتر وزيادة حدة التصعيد بين كلا الجانبين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟ من المستفيد ومن الخاسر من هذا الانسحاب؟ الانسحاب الأمريكي كان وعدا انتخابيا أطلقه الرئيس الأمريكي ترامب وقتها، ونفذ التهديد ما قاله، وكان دائما يعبر عن أن هذا الاتفاق هو أسوأ اتفاق في التاريخ، خاصة وأنه لا توجد ضمانات على المدى البعيد لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وهذه الآلية اتبعتها إسرائيل تحديدا بالتحالف مع الإدارة الأمريكية للضغط من أجل ليس الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي أو اتفاق 5+1، بل الضغط على أوروبا أيضا، وهو ما لم تنجح فيها الولايات المتحدة الأمريكية. خاصة الولايات المتحدة الأمريكية جمدت نشاط وعمل شركات كثير وفرضت عقوبات على شركات أمريكية وشركات أوروبية، وشهدنا انسحابات كثيرة من مجال الاستثمار سواء شركات فرنسية أو أمريكية. ولكن المعضلة الأكبر تتعلق بالجانب الألماني والجانب البريطاني، حيث هناك العديد من الشراكات والشركات والاستثمارات الضخمة في مختلف المجالات، وهو ما عبرت عنه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأنها ستدعم إيران بالرغم من الموقف الأمريكي أو بالرغم من الموقف الانسحاب الأمريكي من الاتفاق، وتضافرت معها العديد من دول الاتحاد الأوروبي. طيب أستاذ محمد، يمكن الدول الأوروبية الموقعة على هذا الاتفاق النووي الإيراني، على الرغم من أنها سجلت بالفعل اعتراضها على انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الاتفاق، واتهمت دونالد ترامب أنه أضاع سنوات عديدة جدا من المباحثات والمفاوضات الشاقة مع الجانب الإيراني في لحظة انسحاب واشنطن من هذا الاتفاق، ولكن في المقابل شئنا أم أبينا تبقى الدول الأوروبية الحليف الرئيسي والشريك الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية. هل من المنطقي أو هل من المعقول أن تضحي الولايات المتحدة الأمريكية بالدول الأوروبية بالولايات المتحدة الأمريكية لصالح إيران، أم ستحاول جاهدة أن تقنع إيران بمجموعة من التنازلات لإرضاء الجانب الأمريكي؟ نحن لم نصل بعد في الأزمة إلى مرحلة القطيع أو الصدام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. الدول الأوروبية لديها دور تلعبه سواء في التخفيف من حدة التوتر أو محاولة إقناع الجانب الأمريكي بالدخول في مفاوضات جديدة. أما عندما نقول أن الولايات المتحدة أو أوروبا تخلت عن أمريكا أو الولايات المتحدة الأمريكية تخلت عن أوروبا، يجب أن نعترف أن هذه الفترة في السياسة الخارجية الأمريكية هي أكثر الفترات اضطرابا وتخبطا من الإدارة الأمريكية وعدم التفريق بين الحلفاء، وإلا ما كنا وصلنا إلى هذه المرحلة من الصدام الواضح، الصدام الاقتصادي والإعلامي بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في الاتحاد الأوروبي. بل وصل الأمر إلى العديد من الأمور التي تمس جوهر وروح أوروبا التي قام بها الرئيس الأمريكي. أوروبا تعي جيدا أنها امتداد ثقافي وحضاري واقتصادي، وأن الروابط والعلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية ككيان حضاري وبين أوروبا لا يمكن فصمها، وأن مرحلة ترامب مرحلة مؤقتة ومن الممكن أن نطلق عليها مرحلة صعبة ومؤقتة وانتقالية، والولايات المتحدة الأمريكية ستقبل على الانتخابات وستتغير السياسة الأمريكية الخارجية تبعا لذلك.
بالنسبة لي تفضلي. طيب يعني في هذا الإطار أو في هذا السياق، يعني فكرة الانسحاب كانت مرتبطة بشكل كبير بفرض الكثير والعديد من العقوبات الاقتصادية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على إيران. البعض أيضا من المتابعة لهذا الشأن يرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول جاهدة استنزاف إيران، ولكن على الصعيد والمستوى العسكري وليس فقط على الصعيد الاقتصادي. فكرة دخول إيران في مواجهة مع إسرائيل، مواجهة غير مباشرة، ربما حرب غير مباشرة من خلال الأراضي العربية، أو تحديدا فيما يتعلق بالأزمة السورية. لابد من التأكيد على أن إيران ليست بحاجة إلى جهود أمريكية لاستنزافها عسكريا. إيران دولة قائمة على مبدأ تصدير الثورة. إيران دولة لديها ثوابت دستورية وسياسية واقتصادية ودينية ومذهبية واضحة ومعلنة للجميع. إيران تستنزف ذاتها من خلال العديد من التدخلات، سواء في العراق أو في سوريا أو في اليمن، وتمتد أيضا في أفريقيا. إيران لديها طموح ولديها الآليات ولديها الرغبة، ولكن ليس لديها المقدرة على ممارسة سياسة النفس الطويل للخوض في صراعات ممتدة في المنطقة وفي أفريقيا. ولذلك وهو ما انعكس على، خاصة وأن لديها برامج تسليحية، سواء برامج صواريخ وبرنامج نووي متطور. إضافة إلى ذلك فإنها كل هذه الأمور انعكست في النهاية وفي المحصلة على المستوى الاقتصادي للشعب الإيراني. هناك أزمات في النفط، في الخدمات، في هناك انهيار في العملة الإيرانية. هذه السياسة لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تكن سببا فيها أو دفعت إيران لها، لكن إيران عقيدتها السياسية والأيديولوجية هي التي تدفعها ودفعتها إلى التمدد في العراق وفي سوريا وفي غيرها من الدول الأخرى. في اعتقادي أن هل العقيدة السياسية الإيرانية كافية لها بأن تتمدد في المنطقة، أم أن في المقابل الولايات المتحدة الأمريكية أعطت لها الضوء الأخضر لدور مرسوم لإيران وتصدير أنها يعني بعبع المنطقة واستنزاف ربما أموال، أستكمل سؤالي، استنزاف ربما أموال الخليج العربي في إطار تسويق مجموعة من الأوهام والمزاعم بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحمي دول الخليج من البعبع الإيراني؟ هذه مسألة، هناك فجوة بين الإمكانيات الاقتصادية وبين طموحات إيران السياسية والعسكرية والجيوبوليتيكية. الولايات المتحدة الأمريكية كانت وما زالت تراقب الوضع، تعرف جيدا تحركات إيران. جميعنا يتذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تركت العراق تحديدا لإيران ومكنت إيران فيه وسمحت بالتمدد في سوريا وغيرها، وهي تراقب جيدا وتعي جيدا ما تفعله إيران. في النهاية لتؤكد على نقطة واحدة وأساسية، وهي جوهر الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، وهي الحفاظ على كيان الدولة الإسرائيلية في المنطقة. بجانب ذلك، كما سبق وأن تفضلتي، أن الولايات المتحدة الأمريكية في المقابل إيران تتمدد، الولايات المتحدة تحصل على الأموال وتبتز العرب، إسرائيل في مامن، وهو يحقق في النهاية المصلحة العليا للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. والدليل على ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية، أو ما سبق وأن ذكرتي في المقدمة، أن هناك تقاربا ظاهريا بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. أول تحرك كان بعد قمة بوتين ترامب، هو أنه أوفد وزير خارجيته ورئيس الأركان للتفاوض مع إسرائيل على مدى العمق الذي من الممكن أن تنسحب منه القوات الإيرانية المتواجدة في سوريا. إيران رفضت مسافة 100 كيلومتر، والجميع يتفاوض مع إيران الآن على أنها أمر واقع وأنها موجودة، سواء في الدول العربية، سواء في اليمن أو في العراق أو في سوريا، في الوقت الذي تغيب فيه أي آلية عربية للتعامل مع الوضع. أصبحنا نرى واقع، هذا الواقع صنعته الولايات المتحدة الأمريكية وساهمت فيه بنسبة 100%. وما يحدث في اعتقادي هو خلاف على التفاصيل وصراع آليات، لا يمكن أن يتطور إلى مسألة الصدام العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. مسألة إغلاق مضيق هرمز هي مسألة من قبيل التلويح وليس إلا، لأن معروف أن مضيق هرمز أكثر من 90% من إمدادات النفط المتوجهة إلى آسيا تحديدا الصين واليابان، وهذه الدول لن تسمح بإغلاق المضيق، لأن إغلاق المضيق سيؤدي إلى كارثة. إضافة إلى ذلك أيضا، فإن الدول العربية المصدرة للبترول تعتمد اعتماد كلي على هذا المخرج، بما فيها قطر والعراق وغيرها من الدول الأخرى. في اعتقادي أن العملية عملية
عملية تصعيد دونالد ترامب يحاول الخروج من المأزق الذي سببته له تصريحاته قبل قمة بوتين وتصرفاته أثناءها وموقفه بعدها والتي وضعته في حرج أمام الرأي العام الأمريكي. يريد أن يخلق أزمة أو حدث يؤكد فيه قوته ويؤكد فيه صرامته في مواجهة الأعداء كما يسميهم للولايات المتحدة الأمريكية. طيب أستاذ محمد، يمكن الشعب الإيراني بيعيش ضائقة اقتصادية خانقة وكبيرة، والشاهد على ذلك يعني مجموعة المظاهرات والاحتجاجات اللي شهدتها الشوارع والمدن الإيرانية المختلفة. الشعب الإيراني ربما يرى أن مقدرات وطنه بتنفق في مغامرات عبثية إنجاز التعبير، هل الشارع الإيراني يمكن أن يفعل شيء أم أن القبضة الحديدية المحكوم بها لا تمكنه بأي شكل من الأشكال من ممارسة أي تغيير في النهج أو في الاستراتيجية الإيرانية في التعامل مع القضايا الإقليمية المختلفة؟ أي شارع يفعل المستحيل، يفعل أي شيء. إذا حدث وتفاقمت وتوسعت المظاهرات فإنه حتى وإن استخدم النظام السياسي الإيراني العنف بقسوة وبضراوة وهو معروف عنه ذلك، لكن في النهاية إرادة الشعوب ستنتصر. المسألة أن الإيرانيين، الإيران كدولة كحضارة لديها تنوع وتعدد طائفي ومذهبي في الداخل. الصورة التي تطرحها الدولة الإيرانية لنفسها والدولة ما يسمى دولة إيران الإسلامية صورة منافية تماما للواقع. الواقع يؤكد أن هناك تنوع طائفي وإثني ومذهبي وعرقي داخل الدولة الإيرانية، وهناك عملية قمع باسم المذهب للطوائف والمذاهب الأخرى. الإيرانيون إذا خرجوا وتحدوا النظام السياسي، أي نظام سياسي يتحداه شعبه سيسقط. في اعتقادي أن المسألة هي مسألة وقت، خاصة وأن حتى لو كان محكوم بالقبضة الحديدية. القبضة الحديدية، من يصنع القبضة الحديدية؟ شاهدنا الكثير من الأنظمة التي سقطت وكنا لا نتخيل أنها الشعوب التي تستسلم لهذه القبضة. الشعوب التي تستسلم، ولكن إذا كانت الضغوط التي تمارس تهدد هذه الشعوب، خاصة وأن هذه الشعوب ترى الفاتورة الباهظة التي تدفع من الأموال ومن الدماء. هناك جنود إيرانيين قتلوا في سوريا وفي العراق، هناك أموال، هناك برامج صاروخية، هناك أيضا أدوات معادية. ولا يعني ذلك أننا نريد أن نسقط إيران في الفوضى، في صراعات، ولكن المطلوب من إيران نتمنى أن تستوعب التاريخ والجغرافيا، وإن كانت طوال فترة الثورة الإيرانية لم تستوعب ذلك، أنها في دول، في منطقة دول الجوار العربي، وأن الحضارة العربية الإسلامية حضارة واحدة، ولكن هم غلفوا الحضارة العربية الإسلامية والمذهب الاثنى عشري للدولة بطموحات إمبراطورية، حلم الدولة الفارسية والتمدد الشيعي. رغم أن إيران العنصر الفارسي لا يمثل فيها أكثر من لا يتجاوز 15% من عدد السكان، والباقي السكان من مذاهب وعرقيات أخرى. طيب على ذكر الثورة الإسلامية، نعلم جميعا أن العلاقات الأمريكية الإيرانية كانت شديدة التميز في زمن الشاه الإيراني محمد رضا بهلوي، والذي ارتمى بشكل كبير في أحضان الولايات المتحدة الأمريكية، أعطى الكثير والعديد من الامتيازات والضمانات لأمريكا، سمح لها بوجود قواعد عسكرية في شمال إيران مع الحدود الروسية ربما للتجسس على السوفيات آنذاك أو في تلك الفترة. كيف ترى يعني هذا التحول السياسي الذي حدث مع قيام الثورة الإسلامية وازدياد العلاقات الأمريكية الإيرانية سوءا يوما بعد الآخر؟ أنا في اعتقادي أن إيران الشاه ليست أقل خطرا من إيران الخميني. إيران الشاه تحالفت مع إسرائيل وكانت هناك علاقات معلنة، والجميع يتذكر حرب 5 يونيو، وأن جميع المشتقات البترولية كانت تأتي من إيران، وكانت هناك العديد من العلاقات المتطابقة بين إيران وبين نظام الشاه. عندما أتت الثورة، ما يسمى بالثورة الإسلامية في إيران، مارست ما هو أبشع، مارست القتل ومارست التهجير ومارست الاضطهاد للعناصر العربية المتواجدة في إيران، وتحديدا في منطقة حوزستان أو عربستان والمحمرة وغيرها. بجانب هذا امتدت هذه السياسات المعادية للعرب، بالرغم من أنهم يعلنون أنهم أحفاد رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا أنهم كانوا يمارسون وما زالوا يمارسون
من الأفعال ما لم تمارسه الدولة الإسرائيلية على تاريخها، والجميع وليقارن الجميع بين عدد الضحايا الذين سقطوا فيه على العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي غيرها، وبين عدد ضحايا الصراع العربي الإسرائيلي. إيران تؤمن بأن الطريق إلى القدس يبدأ من بغداد فدمشق فالرياض فهلم جرى وفي النهاية لا يصل إلى القدس. وأنا أتحدى أن يحدث أي صدام مباشر عسكري مباشر بين إيران وبين إسرائيل من والولايات المتحدة الأمريكية، لأن المعادلة في الأساس كنا ونتمنى أن نظل ساحة للصراع ومنبع لتدفق الأموال لدعم الاقتصاد الأمريكي. إيران تبتز كما سبق وأن ذكرتي، تتوسع، الولايات المتحدة تحصل على مئات المليارات، الشعوب العربية تعاني ولا تجد بعضها من يدفع قروض للحاجات الأساسية. طيب اسمح لنا أستاذ محمد، معنا الآن مداخلة ومشاركة هاتفية من الأستاذ الدكتور محمد صادق إسماعيل رئيس المركز العربي للدراسات السياسية. دكتور محمد مساء الخير يا فندم، وبعد التحية، في رأيك هل نحن بصدد الحديث الآن عن صدام ومواجهة مباشرة وحقيقية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أم أن هذا الأمر لا يتعدى الحرب النفسية والإعلامية وأتراشق بالكلمات فقط؟ نعم طبعا بعد التحية، طبعا أنا أتحية الحرب الكلامية حاليا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هي حرب قديمة جديدة. بمعنى إيه؟ بمعنى حضرتك انظري منذ عام 79 بعد الثورة الإسلامية الإيرانية حتى تاريخه، هناك حرب كلامية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لم تتعدى في يوم من الأيام أن تصل للمناوشات عسكرية بين الطرفين أبدا، حتى ان ربما في احلك اللحظات في العلاقات ما بين العلاقات الامريكيه الايرانيه تجد ايضا ان الولايات المتحده الامريكيه بعد عام 2001 هجمات سبتمبر 2001 عندما صنفت دول محور الشر وكان من بينها طبعا ايران كما تعلمي حضرتك، كان هناك ايضا ربما صوت عادي حتى لجورج دبليو بوش باعتبار ايران احد محاور الشر، لكن لم تصل العلاقات بين الدولتين الى صدام عسكري. وبالتالي فانا اتخيل ان ربما الوضع الان هو وضع طبعا بعد قمه الفنك تحديدا ما بين الاجتماع ترامب وبوتين، اتخيل ان العلاقات بين الدولتين ربما تشهد نوع من نعم الصدام، لكن السبع طبعا فكره الصدام العسكري. بمعنى ايه؟ بمعنى ان دولتين ربما لديهم بعض المصالح المشتركه، يعني على سبيل المثال سوريا ربما تتقاطع فيها المصالح ما بين الولايات المتحده الامريكيه وبين ايران. ايران نعلم جدا انها تمد النظام السوري الرسمي وكانت احد الاضلاع المؤثره ربما حتى التغير ربما اتجاهات التحالفات العسكريه في سوريا، ونعلم جيدا دورها في لبنان مع حزب الله اللبناني. وبالتالي فانا اتخيل ان قمه الفنكي حسمت هذا الموضوع، بمعنى ان الاجتماع ما بين بوتين وبين ترامب حسم هذا الموضوع، ربما اعطى دور لايران دور لكن دور ليس عسكري، بمعنى انه دور سياسي اقتصادي ربما في اعاده اعمار سوريا. وبالتالي فانا اتخيل طبعا في المقابل ان يتم ربما البعد عن اي تهديد لامن اسرائيل. انا اتخيل ان كل هذه الامور معا تصب في انه ليس هناك صدام عسكري ما بين الطرفين. طيب دكتور محمد، نتجاوز هذه الجزئية والحديث عن فكرة فرض واشنطن المزيد من العقوبات المالية والاقتصادية على إيران، هل ترى أن هذه العقوبات كافية بشكل أو بآخر لتقويض النفوذ الإيراني، لكبح جماح إيران، لكسر شوكة إيران، أم لابد من إجراءات تمارس أكثر شدة ربما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت تريد بالفعل أو إذا كان عندها رغبة واستعداد حقيقي لتقويض إيران، وألا يكون الأمر عداء مصطنعا وليس عداء حقيقيا؟ يعني شوفي حضرتك، بالنسبه للعقوبات الاقتصاديه طبعا تم فرض عقوبات اقتصاديه على ايران في السابق، وتم فرض ايضا عقوبات اقتصاديه على دول اخرى مثل العراق مثل ليبيا، حضرتك ذكرتي هذا جيدا. وبالتالي فانا اتخيل ان ربما الانسحاب الامريكي من المعاهده النوويه في 2015 هو انسحاب فردي، يعني وبالتالي يبرز تساؤل عريض لماذا تفرض الولايات المتحده الامريكيه عقوبات اقتصاديه على النظام الايراني اذا كانت الدول الاوروبيه ما زالت تتمسك بالاتفاقيه مع ايران. وبالتالي فانا اتخيل ان نوع ربما من محاوله التاثير على النظام الايراني، بمعنى ربما النظام الايراني نعم يواجه المشاكل الاقتصاديه، وبالتالي فاستمرار هذه المشاكل داخل ايران ربما يؤدي الى صعوبات تواجه النظام الحاكم في ايران. لكن اتخيل ان النظام الحاكم لن يتغير، بمعنى الولايات المتحده الامريكيه ربما تتحدث بين السطور عن تغيير النظام داخل ايران،
طبعا تغيير النظام داخل ايران هو شيء صعب للغايه، ننظري الى ربما طبيعه النظام السياسي داخل ايران، تجدي ربما هناك رئيس ايراني، هناك المرشد الاعلى، هناك نظام هيراركي داخل المؤسسه السياسيه الايرانيه، وبالتالي انا اتخيل ان ربما ضعف او محاوله ربما تقويض النظام السياسي الايراني هو شيء صعب، لكن طبعا التاثير عليه اقتصاديا ممكن من خلال طبعا العقوبات الاقتصاديه التي تفرضها الولايات المتحده. اشكرك جزيل الشكر، وصلت الفكره والصوره بشكل كبير. الاستاذ الدكتور محمد صادق اسماعيل رئيس المركز العربي للدراسات السياسيه، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركه معنا وعلى هذه النظره التحليليه. استاذ محمد، يمكن فكره الحديث عن العقوبات على ايران وهل هي تقوض من النفوذ الايراني ام انها ربما كلها تأثير ولكن ليس بالتأثير الكبير الذي يهمش في المقابل التواجد الإيراني والتوغل الإيراني في المنطقة؟ نحن نتحدث عن عقوبات اقتصادية إعلامية ولم نلمس أي تأثير لهذه العقوبات على النظام الإيراني، والدليل على ذلك أنه أثناء الحرب العراقية الإيرانية كانت هناك حالة من القطيعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على خلفية حاج السفارة الأمريكية في طهران، بينما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تمد إيران بأحدث أنواع الأسلحة وصور للأقمار الصناعية، وهو ما عرف في وقتها بفضيحة إيران جيت. الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل حالها كأي دولة عظمى، تتعامل برغماتية واضحة بتحقيق مصالحها. إذا نظرنا إلى العديد من الشركات بما فيها شركات إسرائيلية تمارس التجارة وتمارس الاستثمار مع إيران، المسألة لا تتعدى في تحليلي. يعني هل يمكن القول بأن المعلن شيء أو أمر يختلف عن ما يحدث في المطبخ السياسي أو في لا الكواليس ذلك في علاقات الدول مع بعضها البعض؟ نتحدث عن النتائج. نتحدث النتائج هي التي تحدد ما إذا كان هذا الشيء حقيقي أم أنه مزيف. النتائج أن الولايات المتحدة الأمريكية بفضل سياسات إيران الخارجية حصلت على الكثير من المكاسب التي ولم تكن تتخيلها في منطقة الخليج. هذه المكاسب مكاسب اقتصادية ومكاسب عسكرية ومكاسب على الأصعدة كافة، خاصة وأننا إذا نظرنا إلى الاقتصاد الأمريكي في مرحلة في أوائل بدايات فترة تولي ترامب كان يعاني من مصاعب جمة، هذا الاقتصاد ضخت إليه مئات المليارات من الدولارات بفضل المخاوف بفضل إيران وبفضل التخوفات منها أن إيران تهدد هذه الدولة أو أن إيران تهدد تلك، أن إيران ستغلق مضيق هرمز. الولايات المتحدة الأمريكية تحصل في المقابل على العديد من المكاسب، حتى من الصين، حتى من اليابان، حتى من العديد من الدول التي من الممكن أن تتأثر بشكل مباشر باندلاع أي نزاع أو صدام. الولايات المتحدة الأمريكية هناك احتكاكات تحدث بصورة شبه يومية في الخليج العربي بين القوات الأمريكية وإيران، وتحديدا جميعنا يتذكر حادث المارينز عندما قامت البحرية الإيرانية بأسر واقتياد مجموعة من المارينز وتصويرهم بصورة مهينة جدا في إبان فترة الرئيس الأمريكي السابق أوباما، ولم يحدث أي رد فعل. في اعتقادي أن هذا التصرف وقتها لو كانت هناك حروب ولو كان هناك صدام، هذا التصرف مهين لكرامة الجندي الأمريكي وللعسكري الأمريكي، كان هو يعني لا يوجد أي مبرر آخر لاندراع الحرب إلا هذه الصور. كرامة الولايات المتحدة الأمريكية أهينت عسكريا من قبل إيران، والولايات المتحدة الأمريكية لم تحرك ساكنة. الرئيس الأمريكي ترامب يحاول كما سبق وأن ذكرت أن يخلق قضية يحقق عليها مكاسب، وفي نفس الوقت يصرف أنظار الكثيرين في المنطقة عن القضية الأساسية للصراع وعن الطامة الكبرى التي اتخذها بقراره نقل القدس، نقل العاصمة الإسرائيلية أو العاصمة السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة. طيب يعني في رأيك يعني بما تفسر هذا التوغل الإيراني والتوحش الإيراني إنجاز التعبير في المنطقة بشكل كبير، نرى أن هناك نفوذا إيرانيا جليا وواضحا جدا في المنطقة العربية، التواجد الإيراني في سوريا، التواجد الإيراني في اليمن من خلال ذراع الحوثيين لهم هناك، التواجد الإيراني في لبنان من خلال حزب
الله التدخلات الإيرانية في الشأن العراقي. في رأيك يعني هذا النفوذ وهذا التواجد هذه القوة الإيرانية مستمدة من تخوف دول الجوار ربما من إمكانية حصولها على سلاح نووي، أم هناك أسباب أخرى ومنها الضعف العربي هو الذي أعطى القوة لإيران؟ هو على أساس ضعف الدول العربية والضعف العربي بصفة عامة هو الذي خلق البيئة المناسبة لتدخل إيران وغيرها. عندما انهارت الدولة اللبنانية حلت مكانها الطائفية والمذهبية ووجد دعما إيرانيا من خلال وجود مؤسسات عسكرية منظمة متمثلة في حزب الله، امتدت مع ضعف الدولة اللبنانية امتدت هذه المؤسسة وقويت وأصبحت جيش موازي. الضعف العربي أغرى الجميع خاصة وأنه ليست هناك إرادة عسكرية عربية موحدة تجمع العرب في المخاطر الكبرى التي يتعرضون لها. لا يوجد أي شيء آخر إلا حالة الضعف والتشرذم العربي على المستويات كافة التي تغري أي طرف خارجي للتدخل. ساحة مفتوحة، دول غنية، إمكانيات اقتصادية هائلة، موقع جغرافي، ضعف عام. أنا أدخل في هذه المنطقة وأحقق مكاسب سواء على المستوى العسكري أو الاقتصادي أو على مغلفا بأطر مذهبية وأطر حماية المظلومين والمضطهدين وغيرها مع استخدام العديد من الذرائع وهي كمقدمات لاختراق المجتمعات العربية تحت مسميات طائفية وإثنية والتواجد من الداخل وتفجير المجتمعات من الداخل فالاستيلاء عليها، وهو ما حدث وللأسف ما زال يحدث. طيب اسمح لنا أستاذ محمد، معنا الآن مداخلة ومشاركة هاتفية أخرى من الأستاذ الدكتور نبيل ميخائيل أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن. دكتور ميخائيل بعد التحية، كيف ترى شكل وطبيعة العلاقات الأمريكية الإيرانية في هذا التوقيت تحديدا والحرب الكلامية المعلنة من كلا الجانبين؟ العلاقات متوتره. اما بالنسبه لسؤال حضرتك بالخاص بالتوقيت فده سؤال مهم. ليه؟ لان ترامب لسه راجع من مقابله الرئيس الروسي بوتين. ففي اتفاق ما بين الطرفين على انهما يتدخلوا في سوريا. والتدخل في سوريا هيكون ايضا تدخل في شؤون ايران. فلذلك انا ارى ان خلفيه بلينكي الى حد ما ناجحه على الرغم من محاولة الإعلام الأمريكي كشفها، لأن هناك اتفاق كيف يتم التعامل مع سوريا، كيف يتم التعامل مع إيران من قبل موسكو واشنطن حتى لو كان اتفاق مبدئيا. نعم دكتور ميخائيل، يمكن في تصريح لوزير الخارجية الأمريكي تحدث فيها بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم ولن تلتزم الصمت في مواجهة الجرائم والانتهاكات العديدة التي تمارسها الحكومة الإيرانية، في رأيك ما هي هذه الممارسات وما هي الأدوات والآليات الأمريكية التي يمكن أن تضغط بها على الجانب الإيراني بخلاف المعروف من العقوبات المالية والاقتصادية المتعارف عليها منذ سنوات؟ حضرتك جاوبتي على السؤال ده من دقائق يعني عدة، كما ذكرت تدخل إيران في عدة الأمور الداخلية لعدة دول عربية زي اليمن، لبنان، العراق وسوريا. لكن إذا كان السؤال هو كيف تتعامل ترامب شخصيا مع إيران، إيران يعني ترامب شارك في إيران، فأنا شخصيا أعتقد أنه في خلال أسابيع قليلة من هذا الصيف وفي الخريف هيبقى في تصعيد للوجود الامريكي العسكري البحري في منطقه الخليج. وبالتالي ممكن مثلا نسمع ان الزوارق البحريه الايرانيه تتبادل ايران مع قطعه من القطع البحريه الامريكيه. بس مش هتوصل لدرجه حرب. فاذا كان هناك اداه او اليه لهذا فهو وجود امريكي مكثف عسكري في الخليج. طيب دكتور ميخائيل، في رأيك هل ستكون سوريا مسرحا للحرب بالوكالة بين القوى الكبرى والقوى الإقليمية، أم أن التفاهمات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والتي ربما ظهرت بشكل كبير وواضح بعد قمة هلسنكي التاريخية الأخيرة يمكن أن تغير في الأمر شيء؟ لا طبعا قمة هلسنكي هتغير في الامور اشياء كثيرة. يعني اعتقد ان دلوقتي هيبقى في تنديد في الهدنة او وقف اطلاق النار ما بين الفصائل المختلفة بما فيها حكومة الاسد في سوريا، بالاضافة الى انه قد تبدا مناقشة وامريكا هتشارك فيها ايضا، بس روسيا هتكون فيها ليها ضلع كبير
خروج القوات الاجنبيه وبالذات ايران وتركيا. امريكا ما تقدرش قوي على تركيا دلوقتي عشان عندهم مشاكل مع الحكومه هناك، فهيستعينوا بالروس ازاي يحجموا الوجود العسكري التركي في شمال سوريا. فطبعا هيبقى في نقله كبيره في الموقف في سوريا، وده تحدي كبير للدبلوماسيه المصريه، وتحدي كبير ايضا للدبلوماسيه العربيه. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ الدكتور نبيل ميخائيل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة وهذه النظرة التحليلية. أستاذ محمد، يعني هناك ربما أخطار كبيرة تصدرها إيران للمنطقة العربية، سواء من خلال امتلاك تكنولوجيا صناعة السلاح النووي، فضلا عن الفكرة المتعلقة بالتمدد الشيعي في المنطقة. كيف ترى يعني هذه التخوفات العربية من إيران؟ وفي المقابل، هل الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل عندها رغبة ونية حقيقية لمساندة ودعم حلفائها في الخليج العربي والدول العربية في إطار حماية هذه الدول من الأفاعي الإيرانية إنجاز التعبير، أم أنها لعبة مصالح؟ هي لعبة مصالح بالدرجة الأولى. الولايات المتحدة الأمريكية كما سبق وأن ذكرت لا تسعى إلى تحقيق مصالحها، وإيران تحقق هذه المصالح من خلال التهديد والتصريحات التي تطلق من حين لآخر من مسؤولين إيرانيين بأننا نستهدف كذا ونستهدف كذا، ومن خلال أيضا الضغط على العواصم العربية وتحديدا الرياض من خلال أزرع إيران في المنطقة، ومن خلال عمليات إطلاق الصواريخ والعديد من الأمور التي تجعل هذه الدول للأسف تحت ضغوط عسكرية تجعلها تلجأ إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سواء تكنولوجيا أو من ناحية إقامة قواعد أو من ناحية الخبرة. لكن للأسف النقطة الأهم وهو البديل الواقعي للدول العربية أن هذه الدول العربية لم تتحرك لتحديد أو لترسيخ مبدأ عربي متواجد منذ أكثر من 60 عاما، وهو مبدأ الدفاع العربي المشترك من خلال مبادرة عسكرية اقتصادية اجتماعية شاملة تجمع هذه الدول في إطار موحد. وهذه الدول اللي بكل أسف لم تساعد مصر، بل بالعكس عطلت المبادرة التي طرحت من الرئيس عبد الفتاح السيسي. صحيح. بتشكيل قوة حماية ورادع عربي مشتركة لمواجهة الأخطار الاجتماعية الخارجية والداخلية، سواء التصدي للإرهاب أو للتصدي لأطماع دول وأن معروف. يكون العرب أولى بقضاياهم من أن تحرق الملفات العربية للساحات الإقليمية البديل والدولية. البديل الأسهل هو دفع الأموال لأسباب كثيرة تتعلق ظاهريا هي التهديدات الخارجية، وداخليا هناك الكثير من الملفات وعلامات، لا نقول علامات الاستفهام، ولكن الأمور واضحة التي تتعلق بآلية وبنية الحكم في هذه الدول. بقيت نقطة مهمة وهي أشار إليها المداخلة الأخيرة، وهو العامل الروسي. روسيا لن تتوسط بين إسرائيل وبين إيران من خلال المبادرة التي طرحها وزير الخارجية ورئيس الأركان الروسي. إذن هناك إقرار روسي فعلي بدور إيراني واضح في الأراضي السورية، وكل التفاوض يتم على المسافة أو المساحة التي تبعد بها القوات الإيرانية أو القوات الموالية لإيران من الحدود الإسرائيلية السورية. إذن هناك إقرار، وهناك حاجة روسية لإيران في سوريا في هذه المرحلة، لأن معروف أن التواجد العسكري الروسي هو تواجد عسكري جوي ولا يوجد تواجد على الأرض، ولكن من يسيطر على الأرض هي إيران والميليشيات الموالية لها وقوات النظام السوري. وما الذي سيدفع أيضا روسيا في المقابل أن يعني تترك هذا التحالف القوي والاستراتيجي مع إيران من أجل الكيان الصهيوني؟ ما هي المكاسب التي يمكن أن تعود عن روسيا يعني في حال أنها امتثلت لبعض الدعوات من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتقليل التواجد الإيراني في سوريا؟ إبعاد وليس تقليل. المسألة ليست في العدد ولكن في المسافة الجغرافية التي تبعدها هذه القوات التي تهدد أمن إسرائيل. المصلحة التي ستتحقق لروسيا هو الإقرار بشرعية ومشروعية التواجد الروسي في سوريا. وهذه المسألة ليست جديدة ولكنها متواجدة منذ فترة، وجميعنا يعلم أن هناك قاعدتين بحريتين متواجدتين في سوريا منذ الستينات، تحديدا في طرطوس وبنياس على ما أعتقد. هي لعبة أو لعبة المصالح ولعبة الصراحات على الساحة العربية والتي يدفع العرب، وللأسف لم نرى أي دور عربي باستثناء الدور المصري الأخير في مسألة وقف إطلاق النار في الساحل السوري. ولم نرى أي دور عربي إلا في تأجيج الخلافات ودفع الأموال لتمزيق سوريا وغيرها.
أنا في النهاية بشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ محمد الأنور الكاتب الصحفي، شرفتنا ونورتنا يا فندم، أهلا بسيادتك معنا. والشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام. نهاية هذه الحلقة من المشهد، غدا تلتقونا وحلقة جديدة، حتى ذلك الحين لكم مني كل الأمل والأمنيات.